وفي هذا الأمر هناك أكثر من قول، يعني ما هوش طول الوقت مخزن للقيمة، لأنه لو إحنا بنتكلم على الذهب تبقى السعر في البورصات العالمية هو مش دايما مخزن للقيمة، لأنه دايما بيحصل اللي بيتقال عليه كده فلاكتويشن، هي مسألة أنه هو إيه يطلع وينزل ويطلع وينزل وهكذا، فهو مش دايما الذهب مخزن للقيمة في حال اكتنازه لفترات طويلة. فترات طويلة دي اللي انت بتتكلم في 6 و7 سنين وانت طالع، مش اللي هو انت هتشتري الذهب الاسبوع ده وتبيعه الشهر الجاي ولا السنة دي وتبيعه السنة الجاية، المسألة مش كده على الاطلاق، لانه الذهب حتى في مسألة التفاوتات السعرية اللي بتحصل عليه في البورصات خطير، ما هوش يعني مسألة مأمونة العواقب طول الوقت. وهرجعك على أسعار الذهب في 2010-2011، شوف السعر بتاع الذهب طلع لحد فين وبعدين نزل لحد فين وهكذا طول الوقت يعني. إلا أنه الوضع في مصر للأسف شويتين مختلف، وبقول لك للأسف لأنه في حالة من حالات الإقبال الهستيري، في هستيريا شراء الذهب. طيب هل الناس ما تشتريش؟ اللي عاوز يشتري يشتري، ما بنقولش لأ، بس السؤال انت عارف انت بتعمل ايه؟ يعني طب ماذا لو انخفضت الاسعار؟ اشتريت مثلا الاسبوع اللي فات ولقيت السعر الاسبوع الجاي انخفض، هتعمل ايه؟ هيبقى في سؤال تاني، وماذا لو السعر ارتفع؟ تمام، بس تاني السعر في السوق المصري ملوش اي علاقه لا من قريب ولا بعيد بالسعر بتاع الذهب في البورصات بتاعت الذهب خالص خالص. السعر عندنا للأسف الشديد بيقترن بسعر الدولار في السوق السوداء. طيب ولو السوق السوداء اتضربت عاجلا كان ولا آجلا، هتعمل ايه اللي اشتريت غالي؟ ما انت بتشتري غالي على الفاضي، غالي على الهوى، بلونة، بتقول والله ده سعر الدولار كذا، ده سعر الدولار كذا، فهوب الناس بتاعت الذهب يا كام تيجي تقول لك ما احنا بنستورد الذهب وبالتالي هو سعره غالي، فاحنا كمان بنستورد الذهب والذهب سعره بيتجاب بالدولار، فالدولار بيعلى فاحنا بنعلي الاسعار الى اخره. السؤال بقى هينضبط سوق الذهب ازاي وامتى؟ ده فيها كلام كتير. شعبة الذهب قالت يا جماعة احنا يعني عندنا بعض التوضيحات المتعلقة بمسألة المحاضر بتاع اللي بتتعمل فيه للمحلات بسبب ارتفاع الأسعار، لديهم الحق في ان هم يشرحوا لنا برضو ايه اللي بيجرى، واحنا لدينا الحق في ان احنا نفهم ايه اللي بيجرى في سوق الذهب في مصر. معانا على التليفون أستاذ إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات. أهلا بيك يا فندم. ازيك يا أستاذ يوسف؟ ازي حضرتك يا إيهاب بيه؟ ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله، كله حلو. اعلق تعليق صغير. تعليقات حقك. اول حاجه حضرتك قلت ان الذهب مقترن بسعر الدولار بالسوق الموازي، هي فيها جزء كبير من الصحه، ولكن الجزء الاكبر لا، اشرح. احنا مش مقترنين بسعر السوق الموازي، احنا اللي بيتحكم فينا في الفتره الاخيره هو الديماند والسبلاي اللي هو بنسميه بالعربي العرض والطلب. حلو. اللي حاصل يمكن انا حضرتك عارف ان انا منزل بيان من 3 ايام بحذر فيه المواطنين من الشراء العشوائي للذهب، وان سعر الذهب اعلى من المعدل الطبيعي اللي المفروض ان هو يكون صحيح. عليه. ونزلنا البيان اول امبارح من بالظبط من يومين، وحصل انه فعلا الناس اقتنعت بانه سعر الذهب المعلن او المتعامل فيه مبالغ فيه بزياده. صح. اللي حاصل كالاتي، وانا هبسطها واشرحها لحضرتك ببساطه جدا. اتفضل يا فندم. انه صفحات على السوشيال ميديا قاعدين بيتزايدوا على اسعار الذهب. يعني واحد يقول على صفحة على السوشيال ميديا الذهب هيوصل لكذا، نبص نلاقي بعدها بساعتين ثلاثة واحد تاني بينزل بيقول الذهب هيبقى بكذا، وبقت ناس الموضوع إشاعات في إشاعات في إشاعات ماشية ورا بعضها. طبيعي المواطن البسيط بيصدق الكلام ده كله وبيجري يتهافت على ان هو يشتري الذهب بكل ما يملك على اساس ان هو يعمل جني للارباح. طيب الشخص اللي هو معاه ذهب عايز يبيعه بيضطر ان هو يستنى، لان هو بيقول لا ده في لسه ارتفاع جاي تاني وارتفاع جاي تاني.
هنا حصل جاب ما بين الديماند والسبلاي، او حصل فجوه ما بين العرض والطلب في السوق. بقى الطلب عندنا مرتفع جدا 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 قدام عرض ضعيف خالص، فبالتالي الارتفاعات المتتاليه هتحصل في اسعار الذهب. فكان لزاما علي كرئيس شعبه ومعايا مجلس ادارتي كاملا موافقا، تمام. وعلى فكره البيان اللي نزل ده ضد مصلحه الصناعه، صناعه الذهب والمجوهرات في مصر، ولكن هو في صالح المواطن العادي البسيط. ان احنا بنقول للناس توقفوا عن شراء الذهب النهارده، لانه انتوا بالعربي كده انتوا مش حاسبينها مظبوط. حساباتكم لاسعار الذهب مش حسابات مظبوطه. انت رايح تتعشم في ان انت هحط فلوسي في الذهب وهرجع بيها بمكاسب باهظة ورهيبة. واخد بال حضرتك؟ ايوه. فاحنا قلناها للمواطن البسيط، اقف عن اللي انت ماشي، الطريق اللي انت ماشي فيه، لانه انت على شفا ان انت ممكن تخسر اكتر من اللي انت حطيته في الذهب. ده ملخص الموقف بكل بساطة عشان خاطر المشاهد يكون عارف احنا فين، او احنا ليه طلع البيان وليه اتكلمنا الكلام ده كله. حلو جدا، ده كلام بالنسبة لي مفهوم مزيكا زي ما بيتقال، يعني music to my ears. بس هنا برضو هبي هيبقى في عندي سؤال، يعني مثلا النهاردة سعر الاونز المفروض حوالي 2018 دولار، يعني يبقى سعر الجرام 64.88 سنت، وبالتالي لو ضربت في السعر الدولار الرسمي هيبقى شيء، ولو ضربت في سعر دولار السوق السوداء هيبقى شيء تاني خالص، فيزيد لي الجرام فوق الألف جنيه في مصر. طيب ولو حضرتك حسبتها بسعر الذهب المعلن اللي موجود حاليا هيديك شيء تالت خالص. أيوة السؤال بقى، فهذا إنما يدل، خد بال حضرتك، يعني هي طلعت نغمه جديده بيقول لك سعر دولار الذهب. مش اسمها دولار الذهب، احنا عندنا زي ما انا قلت لحضرتك عندنا حاجه اسمها عرض وطلب، تمام. ما هو انا مش بجيب الذهب من عندي، انا الذهب اللي موجود في السوق هو اللي احنا بنعمل له ريسايكلينج، وهو ده اللي احنا بنعيد استخدامه مره ثانيه. حلو. طب اللي موجود في السوق ده وتحصل له شح، يبقى انا مضطر ان سعر الذهب هيعلى لانه الطلب اللي عندي كبير. بس برضو ارتفاع السعر يا هبي، سعر دولار الذهب يا استاذ يوسف، لا كويس، لكن سعر دولار الذهب ليه بيتم استخدام المصطلح؟ انا اقول لحضرتك برضو انه ما بين السبلاي والديماند في النهايه خالص في حاجه بنسميها السعر العادل، لكن هل الفرق ما بين سبلاي وديماند او عرض وطلب يؤدي الى انه على سعر ال 24 يبقى في فرق بيصل ل 1200 جنيه في الجرام؟ ازاي؟ ده اللي خلى الناس تستخدم وبعض المحللين يستخدموا سعر دولار الذهب زي دولار الحديد، زي دولار العربيات، زي دولار الكاش وهكذا. ودولار، وفي دولار السلع، يعني دولار السلع المستورده كمان. ماشي. اللي هو لو حضرتك حسبته هتلاقيه رقم باهظ كبير جدا جدا جدا. انما احنا كقطاع، احنا اللي بيتحكم فينا هو النهارده العرض والطلب، ليس اكتر من كده، ومفيش اي حاجه تانية تدينا اي دلاله غير كده. طيب انا ده هيخليني برضو هستأذن حضرتك في سؤال، هل عندنا رقم يفيد بحجم مبيعات الذهب مثلا في ابريل 23 وحجم مبيعات الذهب في ابريل 22؟ انا عندي لحد اخر شهر 9 من سنه 23 وسنه 22 كلها. طبعا انا مش متذكر الرقم بالظبط، بس انا اقول لحضرتك ان احنا تقريبيا واصلين ل 30 طن سنه 22 كاملة، وواصلين ل 46.2 من 10 طن في التسع شهور الأولى من سنة 23 مبيعات تقريبا، يعني أنا بس عشان ما تتخدش الأرقام مني مثلا، تقريبا أرقام تقريبية، أرقام تقريبية. طب يعني إحنا في سنة تقريبا بايعين 30 طن
وفي 9 شهور 46 طن. طيب كون ان انا قدرت ان انا احقق حجم مبيعات اكبر، ده معناها ان انا ما عنديش مشكله في الخام اللي بستخدمه انه موجود، لانه لو مش موجود ما كنتش اقدر اعمل حجم مبيعات اكبر على مستوى المعدن. عشان كده انا سالت على الوزن مش على المبلغ، المبلغ يتفاوت. فده معناه ان انا ما عنديش مشكله في كميات الذهب اللي داخلالي انا كشعبه واقدر اشتغل بيها كمصنعين للذهب في مصر، وبالتالي اقدر اوفي الاحتياج. انا هقدر اوفي الاحتياج، ولكن الفجوه وسعت ما بين الديماند والسبلاي سنه 23. عشان كده هتلاقي حضرتك الارتفاعات جايه تدريجيه معانا في سنه 23. وهوضح نقطه ثانيه كمان، انه السنه 23 كان معظم الفتره الاولانيه من السنه، الاربع شهور الاولى من السنه، كان معظم المبيعات السوق تقريبا رايحه في الاتجاه الاستثماري البحت. يعني الجمهور نازل بيشتري، بيشتري سبايك وجنيهات، سبايك وعمله. ودي طبيعه غير طبيعه المشتري للذهب في مصر. عادة المشتري للذهب في مصر زي ما حضرتك قلت في اول الحلقه بيتجه للزينه والخزينه، فهو فقد قيمه من قيم شراء الذهب بان هو اشتراه كخزينه فقط لا غير. مع انه بالعكس، يعني هو لو كان اشترى مجوهرات، لو اشترى مشغولات ذهبيه مصريه في الصنع كان هيتزين بيها ومش هيدفع فرق مصنعيه كبير ما بينها وما بين الجنيه والسبيكه، لان طبيعي الجنيه والسبيكه برضو عليهم مصنعيه. طبعا في النهايه خالص، يعني ما هو الجنيه ده اتصنع بشكل او باخر، السبيكه اتصنعت بشكل او باخر. ولكن هو الاتجاه، ومع الاتجاه اللي هقولها برضو، التوجه اللي ماشي على السوشيال ميديا. يعني هو كان اتجاه السوق والتوجه اللي ماشي على السوشيال ميديا. يعني الناس بتقول انا اشتريت كذا، انا اشتريت سبائك وجنيهات، فهتلاقي المجموعه ككل ماشيه بنفس الفكر بتاع انا اشتريت سبائك طيب وجنيهات. هنا اسمح لي هنا اقول انه الناس تقول اللي هي عايزاه على السوشيال ميديا، السعر في ايد المصنعين نفسهم، في ايد الشعبه، سواء اذا كانت شعبه الذهب في اتحاد الغرف او شعبه الذهب والمعادن النفيسه في اتحاد الصناعات. حضراتكم اللي هتحددوا السعر مش السوشيال ميديا. هو يقول انا بعت واشتريت زي ما انا عايز، لا هو لكن مش حضراتكم اللي هتقرروا. هو مش حضراتنا، هو سعر السوق اللي احنا موجودين فيه، لان برضو عامل العرض والطلب هرجع تاني للديماند والسبلاي، هم دول العاملين الاساسيين اللي بيحددوا لنا الاسعار، اسعار السوق رايحه لفين. وعلى فكره حضرتك اكيد متابع جيد يا استاذ يوسف، ان انت متابع ان سعر الذهب بيختلف في الساعة يمكن 10 مرات، وممكن تلاقي على ارتفاعات متتالية على مدار الساعة، وممكن تلاقي بيجيله شوية انخفاضات برضو على مدار الساعة. ده في مصر ولا في البورصة؟ أنا بتكلم في مصر أو في البورصة، ولكن الحركة السريعة النهاردة بقت دايرة في مصر. الحركة سريعة أكتر مما ينبغي، وإذا سمحت لي وسمح لي المشاهد، سريعة بشكل جنوني في مصر. بره مش كده، سواء اذا كان بره على مستوى البيع والشراء للافراد او بره على مستوى سعر البورصه بتاعه الذهب. المساله مش كده، مش بره مش كده، ولكن احنا برضه عند نقطه عاليه بره. ما ننساش ان احنا بره اكتر من 2000 دولار للاوقيه، وده رقم كبير. 2018 تقريبا بالظبط، احنا اكتر من 2000 دولار وده يعتبر رقم كبير. يعني احنا كسرنا حاجز المقاومه بتاع ال 2000 دولار، تمام؟ فبرضه في ارتفاع في السعر العالمي، ولكن هنا في مصر الحركه سريعه في الاسعار. طيب عرض وطلب بالنسبه لي مفهوم، لكن كمان ما هو في المعادله بتاعت الاقتصاد هي ما هياش بس مجرد العرض والطلب، هي مساله سكارسيتي، الندره. هل انا عندي ندره في الخام اللي هشتغل بيه في الغرفه؟ في ظل الظروف اللي احنا فيها من تدافع للمواطنين اللي هم يشتروا كميات من الذهب، بيكون عندي نظره. وبرضه هرجع اقولها لحضرتك، تاجيل الشخص اللي هو عنده معروض لعمليه البيع، فبيحصل الفجوه بتوسع ما بين الطلب والعرض. طيب سؤال اعتباطي جدا، ماذا لو اتخذت الغرفتين
قرار موحد بانه احنا هنوقف بيع وشراء نهائي لمده اسبوع او 10 ايام، ايه اللي ممكن يحصل ايجابا او سلبا؟ هو خليني اقولها لحضرتك، هو مش قرار من الشعب، واحنا ما نقدرش ان احنا نوقف السوق، لان انا ما اقدرش احكم على مصنع من المصانع اللي عندي كشعبه ان هو اقول له اقفل، لانه اوريدي عنده عماله وعنده سايكل انتاج وممكن يكون عنده طلبات انتاج، وما اقدرش احكم على محل ان انا اقول لمحل اقف ما تشتغلش ما تفتحش، ده باب رزق، ما نقدرش نقول لحد اقفل باب رزقك ابدا. ولكن هو بيقيم موقف المحل او المصنع بيقيم موقفه بالطريقه اللي تناسبه. وبعدين احنا الامور طبيعيه جدا، الحياه ماشيه بطريقه طبيعيه جدا، احنا بنقول بس للمواطن احذر انت داخل في منطقه خطر، احذر انت بتشتري حاجه مقيمه باكتر من قيمتها. والكلام ده ايهاب بيه بنفسه اللي بيقوله، خلي بالك، صح؟ أيوة كده. انا رئيس شعبه الصناعه، انا من مصلحتي ان المصانع تشتغل طبعا، من مصلحتي ان مصنعي انا نفسه يشتغل طبعا، من مصلحتي ان المحلات تشتغل، ولكن انا بقول للمواطن المصلحه العامه تغلب عن المصلحه الخاصه. الله. يعني انا لما بتكلم في 100 مليون مواطن، تمام، مصلحتهم اهم عندي من مصلحه الربع مليون مواطن اللي هم شغالين في القطاع عندي. وده المعهود بيكم يا فندم حقيقي، يعني بقول لك حقيقي خلي. يعني مش مجامله خالص، احنا بينا معرفه قديمه، هبقى اشرحها لك لما اشوفك. اشكرك يا ايهاب بيه كل الشكر. استاذ ايهاب واصف، رئيس شعبه الذهب والمعادن الثمينه باتحاد الصناعات.